إلى الحبس الانفرادي نقل الأسير الفلسطيني المعتقل من أكثر من 21 سنة القيادي البارز بحركة فتح مروان البرغوثي. القرار أعلن عنه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن غفير اللي احتفل بالقرار وقال الأيام اللي بيدير فيها الإرهابيين سجوننا انتهت. أنا أدعو الشعب الفلسطيني العظيم إلى الوحدة وإلى التلاحم. السبب اتهام البرغوثي بالتخطيط لتمرد داخل السجون والزعم أنه عم يدفع نحو تصعيد العمليات ضد الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية وعم يسعى باتجاه انتفاضة ثالثة. ولكن ليش إسرائيل بتخاف من مروان البرغوثي؟ مروان البرغوثي من مواليد 1959 برام الله، أحد أبرز القيادات الفلسطينية ولقب بمانديلا فلسطين. انضم لحركة فتح وهو بعمر 15 سنة واعتقل لأول مرة وهو بعمر 17 سنة. نشاطه بالانتفاضة الأولى عام 1987 كان سبب بإبعاده للأردن بقرار من وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك إسحاق رابين، وبقي بالأردن 7 سنين. تعرض البرغوثي لمحاولات اغتيال عدة. اعتقل سنة 2002 باعتباره مهندس انتفاضة الأقصى وحكم عليه بالسجن مدة 5 مؤبدات، وكان بيشغل منصب أمين سر حركة فتح بالضفة الغربية عند اعتقاله. عام 2021 أعلن البرغوثي ترشحه لرئاسة السلطة الفلسطينية من داخل المعتقل، وأظهرت نتائج استطلاع رأي مؤخراً أنه الشخصية الأوفر حظاً لتولي المنصب، وتفوق على إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والرئيس محمود عباس. بصفقات التبادل الأخيرة بين إسرائيل وحماس برز اسم مروان البرغوثي كأحد الأسماء اللي طلبت الحركة بالإفراج عنهم. إسرائيل بتخشى من الشعبية والإجماع اللي يقال إنه بيتمتع فيها البرغوثي واحتمال تولي مناصب قيادية ولعب دور مؤثر، فهل ممكن تطلق سراحه؟ هذه محكمة فورية ومهزلة ولا تعرف من أي شيء.